نلقي نظرة إذن على التداولات الأوروبية والأسيوية طبعا مع نهاية التداولات الأسيوية إذا هذا الصباح وبداية تعاملات الأسواق الأوروبية. لما نذهب إلى سيدني ينضم إلينا من هناك بيتر ماكواير الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا فيك بيتر، صباح الخير، شكرا لك حضورك معنا اليوم. أسألك بداية عن بعض الأرقام الاقتصادية التي صدرت، تحدث عن المملكة المتحدة بداية والنمو بالاقتصاد الذي رأيناه، نمو التجارة عفوا الذي رأيناها هناك، وما هي التوقعات للاسترليني نتيجة البيانات الإيجابية التي تصدر ولو أن أقل من التوقعات اللي كانت مفترضة؟ I feel as though that the لدي شعور أن الاسترليني سيرتفع قليلا مقابل الدولار الأمريكي، وهناك جانب آخر وهو أننا أمام أرقام لا تفي بالتوقعات، والسبب أن هناك طبعا موضوع الجائحة وهناك توزيع اللقاحات وكيف سيكون شكل الربع الثاني الحالي. إذن من الناحية الاقتصادية نعتقد أن الوضع في الربع الثالث سيكون أفضل من الربع الثاني، ولدي شعور أن المملكة المتحدة أو عفوا الاسترليني قد يصل إلى 1.38 أو 1.39 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك طبعا بناء على البيانات الاقتصادية التي نسمعها. هناك عديد من العوامل الآن تلعب دورها في الأسواق المالية، لا سيما موضوع التحفيز المالي إن كان في الولايات المتحدة أو كان في أوروبا. ماذا سيحصل لهذه الحركة وهذا النمو الاقتصادي في حال أو عندما نصل بالأحرى إلى وقت يتم فيه تضييق التسييل الكمي؟ المسألة الأساسية هي أننا رأينا تزايدا في أعداد الإصابات في الهند والبرازيل، وكانت هناك تراجع في أعداد الإصابات في أمريكا. بالنسبة لأوروبا والمملكة المتحدة، إذا ظهرت إصابات جديدة بكوفيد خلال فصل الصيف، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز الذي يجب أن يضاف إلى الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو واقتصاد المملكة المتحدة. إذن الجميع أخذ على حين، غر العديد من المحللين ينظرون إلى 2021 ربما يشهد عودة إلى ما رأيناه في 2020 بحسب ما يعتقده البعض. بعد التصريحات القوية التي سمعناها من باول مؤخرا، أيضا رأينا الدولار يتفاعل بشكل إيجابي، هل نتوقع استمرار إذن لهذه الإيجابية في هذه السوق، وهل تنعكس في نتائج الشركات التي ستصدر عن الفصل الأول الآن؟ نتائج الربع الأول ستكون قوية نسبيا برأيي، وهذا الأمر يتضح من خلال الأداء القوي لأسواق الأسهم الأمريكية في آخر شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر. بالنسبة للدولار الأمريكي، رأينا عمليات بيعية قوية، ومؤشر الدولار وصل إلى 93 وحاليا هو عند 92.2، ورئيس الفيدرالي قال إنه ليس قلقا من التضخم، وهذا كانت نقطة دعم بالنسبة للدولار الأمريكي. والتراجع في الدولار الأمريكي برأينا سيستمر لأسبوعين، ربما نصل إلى 91.7 و 91.8 في مؤشر الدولار في وقت من الأوقات هذا الشهر. إذا نتوقع ضعفا إضافيا في الدولار، وبالتالي العملات المقابلة مثل اليورو سوف ترتفع مقابل الدولار. بيتر ماكواير، شكرا جزيلا حضورك معنا صباح اليوم.